جزيرة جربة اللي في جنوب شرق تونس، الجزيرة تقريبا هي هادية طول السنة، يجي في شهر 5 وتلاقي زحمة وبيجي عليها يهود ورايحين يحجوا هناك في الكنيس اليهودي اللي هو كنيس الغريبة، اللي بيقولوا بيعتبروه اليهود انه هو اقدم معبد يهودي خارج دولة فلسطين المحتلة، واللي على حسب كلامهم انه هو فيه اقدم نسخة للتوراة، بل على حسب كلامهم انه محطوط في الكنيس في القبو من جوه حجر وجزء من هيكل سليمان. ولذلك بتلاقي جزيرة جربة هي مليانة بيهود كتير قوي ويروحوا ويحجوا كل سنة في شهر 5، ومن الطقوس الغريبة يمسكوا بيضة وينقشوا عليها الأسماء والأمنيات بتاعتهم ويحطوها في القبو. بتفكرني كده بالعادة، الله أعلم هم اقتبسوها ازاي من الحضارة المصرية، ان لما كان في الحضارة المصرية القديمة كان في عيد شم النسيم كانوا يكتبوا برضو الأماني بتاعتهم ويحطوها على الشباك وتظهر الشمس اللي هو الإله رع ويشوف الأمنيات بتاعتهم. على كل حال يعني عشان كنيس الغريبة اتسمت الغريب، أو كنس أو معبد الغريبة اتسمت بالغريبة لأكتر من حاجة. مرة قالوا أصل جات واحدة كانت يهودية وكانت غريبة عن الجزيرة وكان ليها زي كده من أولياء الله الصالحين وليها بركات وليها حاجات وعملوا الكنيس فيها. ورأي تاني بيتكلموا على إن يعني كان الموضوع غريب بالنسبة للناس فتسمت غريبة. ورأي تالت بيتعلق بفتاة وليها قصة كبيرة. على كل الأحوال هنلاقي إن اليهود كان ليهم تاريخ في دولة تونس الشقيقة. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة وبشكركم على تشغيلكم للفيديو. كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، ندوس اللايك كده الجميل، اللايك اللي احنا عايزين نوصل كده دايما فيديوهات لكل فيديو يتعمل له كده 50,000 لايك ويتشاف يعني من أكبر قدر. بنتكلم النهاردة عن يهود تونس. أول حاجة كل الاحترام والحب والتقدير الكبير لشعب ودولة تونس الشقيق بمعنى الكلمة. سبق قبل كده وتحدثت عن يهود في مصر أكتر من فيديو، منهم يهود الأسكندرية ويهود المغرب ويهود الجزائر ويهود الجزيرة العربية ويهود الدنمة ويهود العراق، وجه الدور على يهود تونس. كان السبي البابلي له أثر كبير في ترحيل كتير من اليهود على شمال أفريقيا ودول شمال أفريقيا ودول المغرب العربي. تونس ما كانتش بتلقب بتونس، كانت بتلقب أفريقيا، هي كان اسمها أفريقيا، بلدة تونس اللي هي العاصمة هي اللي اسمها تونس، لكن تونس كأرض هي ومن أول كده طرابلس بتونس كانت بتلقب بأفريقيا. كان في طبعا وقت السبي البابلي رحل يهود، وفي عام 146 قبل الميلاد أيضا رحل اليهود على تونس، أو لما بنقولها كده أفريقيا أو تونس الاتنين واحد. المهم كانوا متقسمين قبائل وعشائر في تونس، وكان ليهم الحخام وكان ليهم المرجعية اللي بيرجعوا لها. جيربام، an island in southern Tunisia. It is home to one of North Africa's largest Jewish community. وبنقول 146 قبل الميلاد لأن ده الوقت الغزو الروماني لأفريقيا، فلازم اليهود يدفعوا جزية، وكانوا بيدفعوا جزية 2 شيكل في الوقت ده، إلى أن دخلت المسيحية. لما دخلت المسيحية في الإمبراطورية الرومانية حصل لليهود اضطهادات كبيرة، اتمنعوا من إقامة الصلاة، وكان ليهم وظائف اتمنعوا من الوظائف وتحجم دورهم وتعمل لهم اضطهادات، رغم أن هم برضو كانوا بيدفعوا جزية، إلا أن كان في اضطهاد طائفي واضطهاد عرقي تجاههم. وفي كان بقى في أوروبا كان في ناس اسمهم الفندال، وده وقت تاني هنتكلم فيه، ولكن باختصار الفندال هي عبارة عن قبائل وعشائر من جرمن وبينحدروا إلى الآرية واقتطعوا من أجزاء من الإمبراطورية الرومانية، فكانوا غزوا أفريقيا أو تونس عشان بس الكلام واضح. لما عملوا الغزو كانوا اليهود بدل ما هم كانوا الأول مضطهدين وقت الرومان حسوا بنغنغة وبعز في وقت الفندال. وبيرجع بعض المؤرخين السبب ده، بيقولك لأن الفندال المذهب الآري بتاعهم بيميل إلى آراء توحيدية ميلة لليهودية أكتر ما الكاثوليكية اللي موجودة في أوروبا، فلذلك كان ما بين الفندال واليهود الحياة كان في الوقت ده سمنة على العسل. حتى كانوا واقفين مع الفندال ضد الإمبراطور البيزنطي جوستينيان، ولكن بصراحة حكم الفندال ما دامش في المعركة اللي حصلت ما بين الرومان وما بين الفندال، وفي سنة 535 رجعوا تاني الرومان. ولما رجعوا بقى شوف بقى، لما الرومان كانوا عارفين ان اليهود
واقفين مع الفندال ضدهم. رجع بقى الصعصاعين وتم كان الاضطهاد بشكل اكتر، وممارسات علنيه كانت بتتم في حق اليهود. يعني ابسط الامور، ما عادش خلاص في معابد يهود، كل المعابد بتاعتها او معظمها اتحولت لكنائس، كنائس مسيحيه، مش حاجه اسمها تجمعات دينيه، مفيش حاجه اسمها اعياد ليكم، الكلام ده ما يتطبقش خلاص في الوقت ده، لغايه ما جه الفتح الاسلامي في افريقيا. وكان ساعتها اليهود والمسيحيين أهل الكتاب كانوا أو أهل الذمة كانوا في وضع ما بين الاتنين، إما الدخول في الدين الإسلامي طواعية أو إن هم يدفعوا الجزية. الحقيقة إن بعض اليهود اللي هم أصلا ما كانوش من يهود وكانوا من القبائل الأمازيغية اللي تهودت، البعض منهم دخلوا في الدين الإسلامي، ولكن اليهود قبلوا إن هم يعاملوا كأهل ذمة. والحقيقة إن كان الإسلام في القرون الأولى من الإسلام كان محتضنهم، وكان محتضن كل أهل الذمة سواء من المسيحيين أو من اليهود. وعلى مدى وقت طويل كان التعريب في أفريقيا أو في تونس أخذ وقت طويل جدا، ولكن اليهود اتطبعوا بطباع في الوقت ده، كانوا هم دول بقى اللي استوطنوا من زمان، اتطبعوا بطباع الأمازيغ التوانسة. وبعد كده لما دخل الإسلام والنشأة الإسلامية دخلت، كان ليها أيضا تغير في الحياة الاجتماعية، واليهود أصبحوا هنا بيلبسوا اللبس الشرقي وليهم العادات والتقاليد اللي محافظين عليها، ودي هنقول عليها بعدين ليه. وجي بعدها دولة الأغالبة وبعدها الدولة الفاطمية. في وقت الأغالبة وفي وقت حكم الفاطميين كانوا حياتهم منغنغة، وكانت الحياة جميلة برضو، لغاية ما جه المعز بن بديس اللي كان من سنة 1015 لغاية 1062، جه قال نغنغتي وبتاع ايه، لا 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 لا، وراح عمل اضطهادات تجاههم وتفرقة وبعض القوانين وبعض الشروط اللي رجعت حياتهم، وكانوا قاعدين بيقولوا فين أيام الدولة الفاطمية في الوقت ده. وده اللي خلى جالية من اليهود اللي كانوا في القيروان يسيبوها ويروحوا على تونس، مش بنقول دولة تونس، على تونس الوقت ده. وكله قوم، ولما جت دولة الموحدين في سنة 1146 قوم تاني، الخبر نزل عليهم كالصاعقة، واضطروا ساعتها ان هم يدخلوا الاسلام، وعملوا زي يهود الدونما، زي ما قبل كده اتكلمت في فيديو كامل عن يهود الدونما، دخلوا قدام الناس في الدين الاسلامي، ولكن كانوا محتفظين بالدين اليهودي بتاعهم سرا، وبيمارسوا الشعائر والطقوس في بيوتهم سرا. يعني تلاقيه كده لابس الجلابيه البيضه وخارج من صلاه الجمعه وهو معلق النجمه اليهوديه في رقبته. المهم جت في سنه 1236 في وقت الاسره الحفصيه الحاكمه، تحسنت احوال اليهود والمسيحيين ورجع بشكل طبيعي بدون اضطهاد زي ايام القرون الاولى من دخول الاسلام، لان اصلا اي تطرف هو تطرف، لكن الدين الاسلامي لما دخل في اوله كان بيحتضن كل الديانات. وعلى كل حال تحسنت احوالهم كويس قوي، رجعت بعد الاسرة الحفصية الحاكمة كانت امورهم رجعت للاستقرار وليهم الحقوق الطبيعية اللي هم بياخدوها. For 2 days they pray, sing and light votive candles. They are often joined by Muslim religious leaders. والحال ده مفضلش كتير، لما اتهزم لويس التاسع ملك فرنسا في سنة 1270 أعلنت مدينة القيروان إن هي مدينة مقدسة. يعني ايه؟ يعني حاجة من الاتنين، يا اليهود يسيبوا المكان ويمشوا، يا اما يدخلوا الدين المسيحي. وزي ما عملوا كيهود الدنمة أو زي ما دخلوا الإسلام قدام الناس على نتن وكانوا معتبرين الدين اليهودي هو دينهم، برضو أمام الناس هنا دخلوا الدين المسيحي كشكل وكظاهرة بس. وحذر على كل اليهود أنهم يدخلوا مدينة القيروان دي، ما يدخلوهاش بالليل، وحتى لما يدخلوها بالنهار يدخلوها بتصاريح. تمر السنين ويجي بقى الاحتلال الأسباني، كان الكلام ده في سنة 1535، واتاخد يهود كتير واتباعوا كعبيد في أوروبا في الوقت ده، لغاية ما جه وقت الدولة العثمانية. وقت الدولة العثمانية في سنة 1574 الدنيا بقى نغنغت، لما انتصروا بقى ساعتها على الأسبان وهم خدوا أفريقيا أو تونس، الدنيا نغنغت بقى في حكم بقى الدايات والبايات،
كانوا اليهود منغنغين. اللي بصوا حياة اليهود في وقت الدولة العثمانية، اسأل بس كده على لقاءات عبد الحميد الثاني وهرزل، وده مش وقت الكلام عنه عشان في ناس بتتقمص، هنبقى نتكلم عليه بعدين. على كل حال تحسن وضعهم السياسي ووضعهم الاقتصادي. في حاجة بقى، في وقت بقى القرون بعد كده، في وقت كان المحاكم التفتيش وما بعدها، كان جه اليهود اللي كانوا عايشين في أسبانيا وفي البرتغال، اليهود اللي كانوا جايين من ليفورنو وتوسكانا، واليهود دول جم على أفريقيا ومعاهم رؤوس أموال. وكان فيه اليهود القدام اللي قلنا إن هم احتفظوا بالعادات والتقاليد الشرقية. اليهود اللي هم جم من ليفورنو وتوسكانا بيتكلموا الإيطالي، وحياتهم وأخلاقياتهم مختلفة، فأصبح في تفرقة وما بينهم وما بين اليهود اللي هناك، تفرقة هم ما بينهم وما بين بعض، مش حد عامل المسلمين اللي عاملين تفرقة، لأ، في تفرقة بينهم وما بين بعض، دول عايشين حياة ودول عايشين حياة تانية، بل إن كانوا يعتبروا المسلمين هم الوسط، لدرجة إن ما كانش اليهود سواء ليفورنو والتوسكانة عمرهم ما يتجوزوا أبدا من اليهود الأصليين اللي كانوا موجودين في تونس خالص. كان في اختلافات في اللغة، في اختلافات في العادات والتقاليد، في اختلافات في العبادة ما بينهم، فكان في تفرقة هنا. Meet and to remember family roots. Jews from Tunisia and countries far beyond are here to celebrate the annual pilgrimage to the غريبة. وضع حرية اليهود التسكانيين وهكذا ما دامش كتير، لأن جه في سنة 1857 وكان في واحد حوثي يهودي تم حكم عليه بالإعدام بتهمة القذف، وده اللي عمل احتقان لليهود هناك، وده اللي خلى القنصل الفرنسي والقنصل الإنجليزي ياخدوا الموضوع ده كزريعة إن هم يتدخلوا في الشؤون السياسية داخل تونس. على كل حال فضل الموضوع كده ما بين شد وجذب في حريات اليهود جوه تونس، إلى في سنة 1881 لما جت الحملة بقى الفرنسية على تونس، حياتهم اتنغنغت ودخلوا بقى في تعليم وهكذا، بل إن يجينا في سنة 1923 وجي الفرنسيين وقالوا لليهود اللي عايز يتقدم لطلب الجنسية الفرنسية يتقدم. كان عدد اليهود في الوقت ده كان حوالي كام؟ كان ما يقرب من 100,000 يهودي. اتقدم كام علشان ياخدوا الجنسية في الوقت ده؟ حوالي 7,300. واحد هيقول لي لأ دول بقى ناس تمام بيحبوا بقى دولة تونس واستوطنوا وكده، لا، اللي تقدم دولت اتقدموا حضرتك مش عشان اللي ما تقدمش، مش ما تقدمش عشان لا، ده عشان كانوا كلهم مؤمنين بدولة الكيان بتاعتهم وفلسطين المحتلة ومنتظرين ان هم يروحوا ويسافروا هناك. والدليل على كده كان في قبلها اللقاءات بتاعت عبد الحميد الثاني وهرزل، مش وقته دلوقتي، ولكن كانوا هم منتظرين الدولة بتاعتهم وحلمهم في الوقت ده. فضل الموضوع بالشكل ده لغاية ما جت بسنة 1942 في وقت بقى حكومة فيتشي الألمان والاحتلال بتاعهم. الاحتلال الألماني لما دخل في تونس، أخواتنا التوانسة مرحبين بالألمان لأنه ما كانوا شايفين أن الألمان هيبقوا أفضل من الاضطهاد والقمع بتاع الفرنسيين إليهم، ولكن من الناحية التانية كانوا الألمان معروفين باضطهادهم تجاه اليهود، حتى كانوا دخلوا على بيوتهم وطلعوهم من بيوتهم وطلعوهم من سكنهم وخدوا فلوسهم ومجوهراتهم وتشالوا من وظائف إليهم، بس ما تحطلهمش إشارات الصفرة. كانت الحكومة النازية بتضع على اليهود دايما في كل الدول يعني إشارات الصفرة عشان يعرفوا يميزوهم ويتحكموا فيهم ويقدروا يبقوا حاطينهم تحت عينيهم مظبوط. حتى كانوا قالوا لحكومة باين هم احنا عايزين قائمة ب2000 يهودي علشان عايزينهم في معسكرات عمل عندنا، ولكن تونس ما قدمت لهمش القائمة، وهم الألمان من نفسهم راحوا دخلوا وراحوا ملمين ما بين 3,000 و4,000 يهودي، وحتى مات 350 يهودي، وبعد كده كانوا خدوا حوالي 13,000 يهودي في معسكرات النازية اللي في أوروبا، وده الأمر اللي خلى اليهود إن هم يهجروا الأحياء بتاعتهم ويندمجوا في وسط الأحياء الخاصة بالمسلمين، والمسلمين كانوا بيداروا عليهم وما كانوش بيعرفوا الألمان، رغم إن الألمان كانوا عاملين دعاية كبيرة قولولنا فين اليهود قولولنا فين اليهود، ولكن الشعب التونسي فعلاً كان بيخاف عليهم وبيعتبرهم ان هم مواطنين شأنهم شأن اي حاجة، ما عندهمش التفرقة، ما يعرفوش اللي اليهود عملوه بعد كده. Top liberal rabbi Danny Rich is visiting غريبة for the first time. He says Tunisia sets an example for interfaith relations. بعد قيام دولة الكيان الصهيوني
ابتدوا ان هم يتسرسبوا وابتدوا ان هم يهاجروا، يعني بقى ما بين الحملات الصهيونية والحملات بتاعتهم ما بين 1951 ل 1957 كانوا هم 135 ألف أو 140 ألف يهودي، اللي اتبقى منهم حوالي 20 ألف. ما كانش في قيام دولة كيان الصهيوني واحتلال فلسطين في الاحتقان اللي انت منتظره، مش نتيجة ان الشعب التونسي ما كانش واقف مع القضية الفلسطينية، بل بالعكس كان في منهم متطوعين راحوا كمان، وده اللي بيبينه لما اصبح في وعي كافي وثقافة وقومية عربية. الشعب التونسي في سنة 1967 خرجوا في مظاهرات واحتجاجات وكانوا متضايقين جدا من اليهود اللي عايشين، وابتدوا اليهود يمشوا واحد ورا التاني لغاية ما دلوقتي في الوقت الحالي هو اللي متوقع دلوقتي حوالي 1500 هم اللي قاعدين في جزيرة جربة، وهتلاقي هناك في حي الحارة الكبير وحي الحارة الصغير. ومن عادات اليهود اللي هم موجودين لحد دلوقتي في تونس بقى، يوم السبت ده يوم مقدس ما يشتغلوش فيه خالص، ما يشتغلش أبدا يوم السبت ولا يطلع فلوس. هو من يوم الجمعة أول ما الشمس تغرب لغاية يوم السبت لما الشمس تغرب، ما بين الوقت ده لا يمكن يطلع فلوس. طب وما هو بيشتري زي، لا هو حضرتك ما بيشتريش، هو كده يبقى دافع، يعني عايز يروح يقعد في كافيه يروح يوم الجمعة بالنهار يدي للراجل صاحب الكافيه فلوس يقول له أنا هقعد بكرة، لكن ما يطلعش. طب افرض طلع كريدت كارد، ما عرفش بقى بصراحة، لكن في اليوم ده لا بيصطادوا ولا بيعملوا أي حاجة ولا بيطبخوا حتى في اليوم ده. على كل حال اللي متبقي هم 1500 اللي موجودين، وبيقولوا حسب كلامهم ان احنا ما تخلطوش ما بيننا وما بين الصهيونية. ده اختصار لليهود ووضع اليهود في دولة تونس الشقيقة. مرة تانية كل الحب والتحية الكبيرة جدا جدا لكل الشعب التونسي الشقيق. اتمنى ان المعلومات البسيطة دي تكون نالت اعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هننسى بقى اللايك، ولو حضرتك اول مرة تشوفني تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، وشوفكم على خير. السلام عليكم.